السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا مصطفى قناة رفيق درب، درس جديد بمستوى البائكي، كتاب اسطنبول، دين لما استماع، سكيز، أشادكي شيري، دين لا يلم، لنستمع الشعر الذي في الأسفل، الإي أي بليرتما، للفعل دين لا، كلمة شيري كلا مفعول به، نسنا، و şiirdeki duyguları anlatalım لنشرح العواطف والمشاعر التي في الشعر. طيب anlatamıyorum. Anlamak فعل. Anlamak أول شيء الفعل الفهم وanlat فعل التفهيم الشرح. والآ الظرفية هون في نفي استطاعة. والما نفي شمدكي زمان وضيق الا وصار أ واليور شمدكي زمان أم لاحقة شخصية أنا ما أستطيع أن أشرح أنا لا أستطيع أن أشرح أغلسام سيسيمي دويار مسنس أغلسام أغلى فعل البكاء سا إذا والما أنا لحقة شخصية أنا إذا ببكي سيس صوت سيسيم صوتي ما لحقت ملكية والإي صوتي مساعد سيسيمي الإي بالرتمة للفعل دويمك فعل السمع والإحساس الآورة جنيز زمان والما سؤال والسنس أنتم هل تسمعون صوتي إذا أنا ببكي مصرالرملا أنا إذا ببكي هل تسمعون صوتي مصرالرملا مصر مرادف لكلمة ديزا يعني سطر في الشعر المصراع مثلا هذا السطر بالشعر مصرالر أسطر الشعرية المالح ملكية والضافي هل أنتم تسمعون صوتي إذا أنا أبكي في الأسطر الشعرية اللي أنا أكتبها دوكونا بدير مسنس دوكون مكفعل اللمس الآ الظرفية بالاستطاعة الإبراجني زمان مي هل أو سنس أنتم هل أنتم تستطيعون أن تلمسون تلمسون إلى شو؟ göz yaşlarıma göz yaşları الدموع الماء كمان الملكية ولا إلى هل أنتم تستطيعون أن تلمسوا إلى دموعي بواسطة أيديكم الذي نزل اليد لار جمع نزل حق ملكية أيديكم ولا بواسطة هل أنتم تستطيعون أن تلمسون بواسطة أيديكم إلى دموعي بالمازدم بالمك فعل العلم والمازن في جني زمان دي حكاية الجني زمان والما أنا كنت ما بعرف بالمازدم شاركلارين بو قدر جزال شارك الأغنية شاركلار الأغاني والإن هي لاحقت مضاف إليه بو قدر جزال أنا ما كنت بعرف الأغاني بهذا القدر جميلة طبعا هذا المضاف إليه لاحقت إلقي يعني الدام راح تجي لاحقت المضاف هون الأو هاي لاحقت المضاف نكمل كلمة لرنسا كفاية سيز أولونو بودر دا دشملان أنجا أنا ما كنت بعرف أولونو أن الأو هاي أن ناحية ما يقول قلت ما الفعل بالمك أن الأغاني بهذا القدر جميلة
أما كلماتك كلمة درنسة كفاية سيز، أما كلماتك فهي غير كافية. أيمت نزمان قبل ما أوقع لهذا الهم، بودرت دالت هايت حولت لدى ولا إلى دشمدان أنجا. قبل من الوقوع إلى هذا الهم أنا كنت ما بعرف أن الأغاني بهذا القدر جميلة، أما الكلمات غير كافية. بيريارفار بيليوروم هر شيء سيلمك ممكن. بيريارفار موجود مكان ما، بيليوروم أنا بعرف أنا أعلم ذلك. هر شيء سيلمك ممكن، ممكن الكلام بكل شيء. هر شيء أي مفعول به والإي بدرتنا. إبيجة يقلش مشم ديورم، إبيجة بشكل كبير إلى حد بعيد، هي مكونة من كلمة إبي وجا، بشكل كبير. يقلش ما فعل الاقتراب، والمشى إلى حفظ زمن الماضي المنقول والأم لاحقة شخصية، يعني أنا الظاهر اقتربت بشكل كبير. ديورم أنا عم أسمع ذلك وأنا عم بحس بذلك. طبعا دويمك هو فعل الإحساس. الله طم يورم أنا ما عم بقدر عبر، ما عم بقدر أشرح. الشاعر أورهان ولي كانك، أورهان ولي كانك هذا اسم الشاعر، الشاعر شاعر أو أوزان شاعر. طيب مطلوب منا كان أشادك شيري دليلن وشعرك دويلر أنلطلم لنشرح العواطف والمشاعر اللي في هذا الشعر. طبعا العواطف الموجودة والمشاعر الموجودة في النص، أول شيء عاطفة أشك، يعني في أشك و حزن، حزن العشق، العشق والحزن. طيب الشاعر بهذا الشعر عم يهمس، لأنه يعني عم بيقول بطريقة ما عن أن العشق صعب، تمام؟ يعني الفكرة اللي بالنص أنه في عنا عشق، والشاعر يريد يوصل لنا أنه العشق أنيته صعب. نكتب أول شيء، نكتب اسم الشاعر أورهان ويلي بو شير ده في هذا الشعر يعبر إفادة من زور olduğunu، أن العشق زور olduğunu زور olduğu bir aşkı fısıl duyuyor. Fısıl duyuyor. شو يعني هالحكايات؟ يعني الشاعر أورهان ولي بهذا الشعر يهمس، يقول أن يعني أن العشق
أعشق أنه صعب التعبير عنه. إفادة من الزر والضر، هذا الهو مضاف ومن الهين مضاف إليه. إذا شرحنا العواطف اللي في الشعر هي العشق والحزن، وأيضا عبرنا أن ماذا يريد الشاعر في هذا الشعر. طيب، بالنسبة لاستماع الشعر نقدر نسمع النص الدلما الموجود، وأيضا نقدر نكتب على اليوتيوب مثلا هذا الشعر موجود على اليوتيوب، نسمعه بصوت بعدة أصوات. درسنا لهون انتهى أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وكتابة ملاحظاتكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.